إداري. الخبر الثاني، الجهاز الطبي يوضح موقف المصابين خلال فترة الراحة. عندنا لعيبة مصابين، عندنا محمود متولي وكريم ميدفيد بيخضع إلى برنامج تأهيلي. طبعا محمود متولي تعرض إلى إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وكريم ميدفيد كان عمل عملية غضروف الركبة، وبالتالي لعيبة مكملة البرنامج البدني بتاعها، وإن شاء الله تعود في أقرب وقت ممكن علشان يكونوا جاهزين سواء للبطولة الأفريقية أو بطولة الدوري. الأهلي يكتفي بميران في الجيم قبل مغادرة الإمارات. أكيد طبعا البعثة قبل ما تسافر اليوم ده مش بيعدي كده، لازم يكون في تدريب علشان خاطر يعني يكون في حمل، ما ينفعش يوم يعدي على اللعيبه من غير ما يكون في حمل، سواء حمل بدني جوه الملعب او حتى برنامج داخل صاله الجيمنازيوم او حتى شغل في الملعب. وبالتالي المدير الفني قال ان اللعيبه عندها سفر وهيكون يعني في ارهاق بعض الشيء، وبالتالي مش عايز ازود الضغط عليهم او مش عايز ازود الارهاق عليهم. علشان كده مستر ريني فايلر فضل ان اللعيبه تكتفي بجلسه جيم قبل ما يغادروا من مطار دبي الى القاهره، وبالتالي ده كان التمرين كان صباح اليوم في معسكر او فندق الاقامه، وبالتالي اللعيبه توجهت بعد كده الى مطار دبي والعوده الى مصر. زي ما بقول لحضراتكم ان الفرقه اكتفت بمران صباحي بعد التدريب القوي اللي اللعيبه ادته على ملعب شباب اهلي دبي امبارح بالليل، وده اللي استضاف جميع لقاءات أو جميع تدريبات النادي الأهلي. وبالتالي طبعا بنشكر نادي أهلي دبي على استضافته الكريمة العظيمة. دايما دولة الإمارات دولة شقيقة، دولة محترمة، مش بس بتستضيف نادي الأهلي، لا دي بتكرم كل المصريين اللي بيكونوا موجودين، وده مش غريب على شعب وكرم الإماراتيين. طبعا تصريحات علي معلول، لعبنا وواحد من احسن اللعيبه اللي موجودين في مصر واحسن ظهير ايسر في افريقيا في الوقت الحالي وفي مصر طبعا، مع كامل الاحترام والتقدير لكل اللعيبه اللي بيلعبوا في نفس المركز. كان في بعض التصريحات اللي اتكلم عليها وبالتالي اخذناها لحضراتكم علشان اقراها لكم. طبعا احنا يعني شفناها او هنشوفها صوت وصوره، لكن علي معلول اكيد لما يتكلم كل لازم يسمع وكل لازم يعرف قيمه اللاعب التونسي وقيمه النادي الاهلي بالنسبه لعلي معلول وبالنسبه للاعب محترف في مصر، وبيدل قد ايه على قيمه النادي الاهلي في مصر وفي افريقيا وفي العالم كله. علي معلول قال ان الاهلي نادي اوروبي في قلب افريقيا وانا فخور بقميصه، فده الشيء طبعا يحترم وعلى دماغنا وعلى راسنا. علشان كده احنا بنحب علي معلول وبنحب كل التوانسه وبنحب كل اخواتنا العرب اللي يكونوا موجودين، علشان اي حد منهم بيكون موجود اكيد بيضيف كتير جدا للمكان اللي هو موجود فيه، على قد طبعا ما هو ما بيستفاد كتير جدا جدا من وجوده في نادي كبير زي النادي الاهلي او اي نادي في مصر بيكون موجود. اللعيبه تعهدت على استعاده اللقب الافريقي، وشخصيه الاهلي تمهد الطريق للفوز بالبطوله التاسعه، وسعيد بالتجربه مع النادي الاهلي حتى الان، ولن ارحل عنه الا عبر الباب الكبير. يبقى يعني كابتن علي مش هتلاقي اكبر من النادي الاهلي، وبالتالي انت اكيد هتكون موجود بقى مشرفنا شويه كده لحد ما يعني تحقق اللي انت نفسك تحققه على المستوى الشخصي وعلى المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي. واكيد طبعا كل ما بتتالق في النادي الاهلي كل ما شعبيتك ورصيدك بيزيدوا عند الجمهور، واكيد كمان منتخب تونس مش هيكون ابدا في غنى عنك. نهائي الاهلي خسر النهائي النسخه الماضيه اللي قبل الماضيه لاسباب غير قرويه، ولا نسمح بتكرار الاخطاء لاننا تعلمنا الدرس. النتائج تبشر بنجاح تجربه فايلر، والتدعيمات الاخيره اضافت للفريق. طبعا اتكلم عن معسكر الامارات وقال ان هو كان جيد للغايه وحقق الاهداف المطلوبه، واهم شيء في المعسكر وده على كلام علي معلول وعلى لسانه ان هي طبعا اللعيبه بتتقارب من بعضها وبينسجموا مع بعضهم، وان تجربه العديد من الملامح الفنيه وفقا للرؤيه الفنيه لمستر ريني فايلر. اتكلم على ضرر النادي الاهلي من توقف بطوله الدوري، وان الفريق بدا الموسم بشكل جيد جدا وان النتائج كانت ايضا جيده. علق علي معلول وقال انا لا اتفق تماما مع هذا الكلام، فالاهلي فريق كبير لديه شخصيه قويه ويستطيع التعامل مع احتياجات ومتطلبات كل مرحله، وعنده لعيبه اصحاب خبرات وتؤهلهم لمواصله الانتصارات والعروض القويه في بطوله الدوري او حتى في بطوله افريقيا،
والاهلي بيتدرب بقوه وجديه وينفذ خطط الجهاز الفني، وهذا امر جيد ومفيد جدا. ايضا اتكلم عن تجربه السويسري مستر ريني فايلر تحديدا، وقال انه تجربه جيده للغايه، وحتى الان النتائج بتتكلم عن ادائه وعن اسلوبه في التدريب، وفكره مختلف تماما عن اللي كانوا موجودين قبليه، لكنه كمان عنده شيء قوي جدا وشيء مهم، وده اللي بيزيد رغبته في النجاح، وهو الهدف اللي عايز يوصله ان هو عايز ينجح مع النادي الاهلي، عايز يصنع تاريخ جديد، مجد جديد، عايز يصنع مجد في افريقيا وفي مصر من خلال النادي الاهلي، وده هدف اكيد يتناسب